ضمن برنامج التلقيح الروتيني الموسع، بدأت حملة لقاح الحصبة والحصبة الألمانية في ريف حماة وفق معايير منظمة الصحة العالمية واليونيسف المستخدمة في جميع الدول، وبتنفيذ من فريق لقاح سوريا بالتعاون مع مديرية الصحة في حماة. ميزة الحملة هي أنها الأولى من نوعها، تستهدف الأعمار من 5 سنوات لـ 15 سنة. بالنسبة إحنا هنا مركز لقاح الغاب، القطاع الجوافي ومن الحويز جنوبا إلى قسطنطين شمالا. مستهدف المركز هو 11102. يوجد بالكادر فيكم 4 أشخاص: ملقح، ملقم، مسجل، منظم. يغطي مركز اللقاح الرئيسي في قرية الحواش جميع القرى بسهل الغاب وفق خطة موضوعة بشكل مسبق لتوزيع الفرق على القرى والبلدات، حيث انطلق المشرفون من المركز صباحا مع الحافظات المخصصة للقاح ليتوزعوا فيما بعد على المدارس في كافة القرى لتنفيذ الحملة التي تم الإعلان عنها مسبقا. كنا عم نلعب في الطريق وشفنا اللافتات وقريتهم وعرفنا وجينا نتلقح، مشان تلقحت مشان مرض الحصبة. بشكل عام فريق لقاح فرق اللقاح دائما مدربة ومجهزة ومحضرة لبدء عملها منذ الصباح، وطبعا ضمن السياسات العالمية المتفق عليها منظمة الصحة العالمية بشروط حفظ اللقاح وإعطاء اللقاح وكامل الأمور متخذة إن شاء الله. بعد الهدوء النسبي في المنطقة، بدأ اعتماد مراكز لقاح ثابتة وأخرى جوالة لاستهداف جميع الأطفال بعد أن كان مقتصرا على الفرق الجوالة فقط نتيجة الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة. تعتبر حملة اللقاح الأولى من نوعها كونها تستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 15 لتقيهم من الأمراض. سيف العبدالله، أورينت نيوز، ريف حماة.